الصراحه بتعامل معايا زي بنتها بالظبط والله بجد، ولا بنافق ولا بتكلم، بالعكس هي ست كويسه جدا وبتعاملني زي بناتها. لازم يكون كل بيت فيه اكشن، لكن بصراحه ربنا يديها الصحه وطوله العمر. ما تتدخلش ولا حاجه، انا قاعده في حته وهي في حته. بامانه ربنا حمتي ما فيش بعد كده، اقول لك انا مرتاح لها عن والدتي. اي حماه بتتدخل بينها ما بين جوزها، ده عامل مشاكل مع كل الناس. ما حسيتش في يوم من الايام ان هي بتعاملني ان انا كمرات ابنها أو... لا ما حسيتش انها حما بصراحه. ايوه طبعا كانت بتتدخل، ممكن كان ده سبب مشاكل كتير ما بيني وما بين زوجي، بسبب تدخل حماتي في شؤوننا وكده، وكان ليها تأثير برضه على زوجي. يعني بتتدخل في حاجات معينة يعني، بس مش في كل حاجة بصراحة. من أصحاب بصراحة والله، يعني أصل هي بتتوقف على يعني أنا، مش هي على فكرة، يعني أنا دماغي أنا وتفكيري أنا، يعني لو أنا عملتها على إن هي والدتي وكده فبالتالي الدنيا هتبقى أحسن يعني. كويسة جدا، عمري ما الحمد لله ماتية وراضية عليا، وديري بالك على ابني وتحبني كاينة. والله يعني أحب أقول يا ريت كل حما تعامل مرات ابنها زي بنتها بالظبط، هتكسبها وهتلاقيها كويسة جدا جدا معاك. علاقتي بجوز بنتي على أحسن ما يكون، عمري ما كان حصل بيني وبينه أي مشكلة، أي مشكلة بينه وبين بنتي اللي هي مراته يعني بتبقى خاصه بيهم هما، بسمع من بنتي بس مجرد السمع، بنصحها بيني وبينها علشان ما تدخلش في حياتهم الشخصيه، هما يعني يقدروا يتولوا حياتهم بشكل او باخر يعني، والحمد لله المشكله بينهم ما بتطولش. مرات ابني في الكويت والله، هو وابني لها 13 سنه والله، نزلت ما قالت لي زيك يا ام. لا ما بتدخلش في حياتهم، هما مع بعض يسافروا مع بعض، عشان لو انا اتدخلت الحاجات بتكبر وبيدخلوا في مشاكل كتيرة، وما بتدخلش، هم يحلوا مشاكلهم مع بعض. ولا بتحشر ليهم خالص خالص، يعني كل واحد حر في حياته بقى، جوزهم هم حرين في حياتهم. حتى لو في مشاكل كل واحد حر يخلص نفسه بنفسه. طيب. وأنا بس أروح أزورهم وأزور الأولاد وخلاص الأحفاد. يعني هم حياتهم غير حياتنا إحنا، هم مختلفين، وما دام هم كويسين مع بعض خلاص. بس لو في اي مشكله ممكن نتدخل بالخير. ما تدخلش عشان ما نعملش مشكله.